نروح بقى لفريق رجال الكرة الطايرة في النادي الأهلي اللي عندهم النهاردة مباراة قوية جدا الحقيقة أمام طلائع الجيش في نهائي بطولة كاس مصر، اللي فرح بقى إن الفريق يعني بيسعى للتتويج بالكاس عشان يحقق من خلاله الثلاثية. ليه بنقول ثلاثية؟ لأن هم يعني في الموسم الحالي فازوا بالدوري وبالبطولة العربية، وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق النهاردة لتحقيق لقب كاس مصر. هي حاجة تفرح جدا، ويعني دايما بنتكلم عن فرق النادي الأهلي في الرياضات المختلفة، يعني مفيش يوم تقريبا عدى علينا يعني هواندي غير ما احنا بنتكلم على انتصار ما لفريق ما من فرق النادي الأهلي، فطبعا دي حاجة جميلة. هو نادي البطولات، احنا مش نقعد، احنا مش بنشكر في نفسنا مش على أساس، لا في أساس احنا بنتكلم عنه، احنا بنتكلم ان الحمد لله يعني كل أبطالنا رافعين راسنا في كل الرياضات المختلفة، فده تحية يعني لازم نقول تحية ليهم جميعا. فرهدنا ألقاب، فرهدنا بطولات كده كتير يا اخوانا والله.